نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. في محافظة الوادي الجديد تم افتتاح وتدشين خط إنتاج جديد لخام الفوسفات بأبو طرطور. أما في المنوفية فتم إطلاق مبادرة مشروعك اللي نفذت حوالي 43 مشروع للشباب بتمويل يصل إلى 18 مليون جنيه. وفي البحر الأحمر مطار الغردقة ومطار مرسى علم استقبلوا 24 ألف سائح من جنسيات متعددة على متن 124 رحلة طيران دولية. أما في المنيا تم توقيع الكشف الطبي بالمجان على 3800 مواطن ضمن قوافل الحياة كريمة. أخبار كتيرة شهدتها المحافظات. في الوادي الجديد تم افتتاح وتدشين خط إنتاج جديد لخام الفوسفات بموقع أبو طرطور بقدرة إنتاجية 250 طن في الساعة بإجمالي 750 ألف طن سنوياً من الخام، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم أسطول فوسفات مصر من الكسرات اللي بتعمل على تنفيذ خطة الإنتاج الطموحة لإنتاج خام الفوسفات. أيضاً محافظة المنوفية أعلنت أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك ساهم في تنفيذ 43 مشروع تجاري وخدمي وصناعي وتوفير 99 فرصة عمل بتمويل 17 مليون و633 ألف جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة، وده ضمن جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج وبما يتماشى مع الخطط التنموية اللي بتشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية. في البحر الأحمر شهد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان بالبحر الأحمر وصول العشرات من رحلات الطيران القادمة من مختلف المطارات والعواصم الأوروبية، محققين بذلك أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع. وأظهرت جداول الوصول بالمطارين وصول قرابة 24 ألف سائح من جنسيات متعددة على متن 124 رحلة طيران دولية. كمان أعلنت محافظة كفر الشيخ الانتهاء من أعمال رصف امتداد شارع سنترال قلين البلد ضمن الخطة الاستثمارية بمسطح 7000 متر مربع باعتماد مالي قدره 3 مليون جنيه، ويأتي هذا ضمن مشروعات برنامج الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025. أيضاً أعلنت محافظة المنيا توقيع الكشف الطبي بالمجان على 3800 مواطن بقريتي صفت الخمار وطهنشة التابعتين لمركز المنيا ضمن خطة القوافل العلاجية اللي بتنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف لتوفير الرعاية الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة وتوعيتهم بمشاكل المجتمع مع تقديم خدمات علاجية شاملة ومتكاملة من أجل حياة صحية كريمة. محافظة الشرقية أكدت أن ما تم توريده من الأقماح بلغ 592704 طن و498 كيلو قمح لمواقع التخزين بنطاق المحافظة، وده مع تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها. جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أعلن تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة أولاً بأول ورش الشوارع بجميع أحياء المدينة ضد الحشرات الطائرة والذباب والبعوض والناموس، وده بالتنسيق مع وحدة مكافحة الحشرات وإدارة البيئة ومديرية الصحة باستخدام سيارات تحمل أجهزة الضباب والرزاز للقضاء على ظاهرة انتشار الحشرات الطائرة حرصاً على سلامة سكان المدينة من الإصابة بالفيروسات. محافظة البحيرة أكدت تنفيذ أعمال رصف كورنيش رشيد بطول 1.3 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 15.8 مليون جنيه، وده ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 مع بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.